ما شاء الله تبارك الله، من المنان عليك بصيام التسع الأول من ذي الحجة، ما شاء الله، واجتهدت في إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، واجتهدت في زيارة المقابر واتباع الجنائز، وعكفت على القرآن وأكثرت من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة، وسويت الأضحية، مبارك عليك العيد، وتقبل الله طاعتك، وأسأل الله أن يجمعني بك في العام القادم على عرفات في التاسع من ذي الحجة الحرام، نسأل الله القبول منا ومنكم، ومبارك عليكم العيد، وكل العام أنتم بخير.